دلوقتي الشخص عايز يصطاد، يصطاد مالح افضل ولا عذب؟ افضل مالح. ليه؟ كمتعة الصيد وكجودة سمك المالح، بس بلاش اصطاد مالح في الصيف. تمام، يعني اصطاد مالح في الشتاء وفي الخريف والربيع. في الصيف عشان خاطر الشمس ما تتعبكش. ممكن تصطاد في ال3 شهور او ال4 شهور بتاع الصيف. تصطاد ايه؟ تصطاد ميه حلوه وتصطاد بالغله فقط لا غير. قصدك في الصيف؟ الصيف في الصيف يصطاد غله. في الصيف تصطاد غله. ايوه، او لو عندك فكره عن الريمه اللي هي الخضره عندنا بنقول تمام. غله يا ريمه. عايز تمسك سمك في الميه الحلوه، هم دول مفيش تاني. ريمه يا الخضره او غله. لو انت حابب قاعده حلوه والجو ده تستمتع بالصيد، يبقى الغله ما تدورش على حاجه تاني. لكن صيد الخضره والريمه ده صيد شقه، دي ناس. فالافضل انت بتحب الصيد ايه؟ بتتمتع بصيد ايه؟ لا الغله طبعا. الميه الحلوه الغله رقم واحد. قاعدة رايقة ومزاج رايق وسمكة حلوة. غلة. لكن كصيد ومتعة الصيد مالح. معقول؟ مالح. يعني أنت بتستمتع بالمالح أكتر من العذب؟ كصيد. المالح متعة. ممتع. أصل في ناس ما بتصطادش غير غلة وخضرة اللي هي الريمة بس. ما جربوش مالح. لو عملت المالح شغل صح. لا هتستمتع. وهتطلع في الصيف وانت زعلان انك سبت البحر، بس البحر في الصيف متعب. الشمس هتزعلك. الشمس هتزعلك. في ناس بتستحمل، انا واحد من الناس ما بستحملش. صيد البحر متعب. طيب ممكن الواحد لو بيصطاد مالح وعذب يقضيها زي ما انت قلت كده؟ انا بعمل كده. بتعمل ايه؟ انا بصطاد طول السنه شتاء، باستثناء طول السنه شتاء؟ السنة مالح باستثناء الثلاث اربع شهور بتوع الصيف. تمام، يعني دلوقتي انت بتصطاد اغلب السنة مالح. مالح بحر. بحر باستثناء الصيف. باستثناء الصيف. لعلة اولها ان الشمس بتبقى متعبة. تمام، الشمس بتبقى متعبة. وتاني حاجة الصيد في المالح في الصيف ما بيبقاش زي الشتاء والخريف والربيع، في زريعه ياما في الميه وكده، فما بيبقاش ايه